أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على ضرورة خلق استراتيجية برلمانية بحرينية تايلاندية. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت بين الوفد النيابي البحريني ومعالي رئيس الجمعية التشريعية الوطنية بمبنى البرلمان بالعاصمة بانكوك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد لمملكة تايلاند الصديقة. وحول اجتماعات الوفد البرلماني معنا عبر الهاتف النائب عباس الماضي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية التايلندية. مساء الخير سعادة النائب. مرحبا، مساكم الله بخير وعلى المسلمين. نعم، بداية يعني بودنا أن تطلعنا على جوانب الشراكة الاقتصادية مع مملكة تايلاند وأهمية اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية. حقيقة اجتماعنا اليوم على هامش الزيارة، طبعا احنا نعتبر تايلاند هي صديق وشريك استراتيجي لمملكة البحرين في مختلف الصعيدات. نعم. وكذلك احنا في السلطة التشريعية والحكومة نحرص على توطيد هذه العلاقات وتعزيزها. اعتقد مملكة تايلاند شريك اساسي معنا، وتحدثنا في كثير من الجوانب منها الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك يعني شكرنا مملكة تايلاند على وقوفها مع مملكة البحرين في كل ما تواجه من تحديات ودخلات، ويعني في توجه عام. واعتقد ان قرب المملكة البحرين والمملكة تايلاند من خلال السلطة والقيادة السياسية في البلد سهل مهمتنا هنا، ويعني وجدنا رغبة أكيدة بينهم وتبادل الزيارات. نعم. من خلال يعني الدبلوماسية البرلمانية أو على مستوى الحكومي لزيادة المستوى الاستثمار بين البلدين الشقيقين. واحنا يعني زيارتنا الى تايلاند طبعا توصلنا الى كثير من التفاهم بيننا وبينهم والاتفاقيات ان شاء الله، وسوف ياتينا وقت لزياره البحرين ايضا من البرلمان التايلندي، وكل هذا ياتي لتعزيز هذه العلاقه المتميزه بين مملكه البحرين وتايلاند. نعم. سعادة النائب، يعني رئيس مجلس النواب معالي رئيس مجلس النواب أكد على أهمية تبني سياسات مشتركة واتفاقيات خاصة مع الدول الآسيوية، يعني بدنا لو تلقي ضوء أكثر على هذه التوجهات أو هذه الرؤية. طبعا يعني مجلس النواب البحريني يعني صدق على كثير من الاتفاقيات. نعم. ومن ضمنها بعض الاتفاقات التي تكون فيها تايلاند طرف، واعتقد ان وكذلك اكدنا على التنسيق بيننا وبين الاخوان في تايلاند على مستوى ايضا التجمعات البرلمانيه سواء كانت الاسيويه او الدوليه، لان احنا يعني دائما يعني نلقى الاخوان في مملكه تايلاند هم داعمين رئيسيين لنا. نعم. فلهذا السبب احنا يعني وكذلك يعني هم دائما يدعمون مملكه البحرين، فاعتقد احنا نرى ان تايلاند قريبين جدا من مملكه البحرين، وهم يعني الاتفاقيات هذه يجب ان تعزز، ونتمنى ان في المستقبل القريب نرى ان هذه الاتفاقات تكون فعاله. نعم. في على يعني على الجانب الطبيعي. وطبعا السلطه التشريعيه في مملكه تايلاند يعني معطين هذه الزياره جدا جدا يعني اهميه، بدليل ان يعني دائما جدولنا احنا يعني حافل باللقاءات يعني من الصباح الى المساء، ونعمل يعني نتمنى من هذه الزيارات ان تثمر الى شكل ايجابي. نعم. على جميع الصعيد المستوى في بين البلدين، طبعا تطرقنا الى الامور التعليميه والامور الصحيه، فهم يعني لديهم الرغبه الاكيده والجاده في دعم مملكه البحرين في كل المجالات، وان شاء الله راح تكون وفود تجاريه حسب الاتفاق، وفود تجاريه واقتصاديه وصناعيه وتجاريه راح تكون لهم زيارات متبادله، حتى يعني هذه الاتفاقيات تكون يعني فاعله بطريق ايجابي وشكل ايجابي. واحنا طبعا في مملكه البحرين محتاجين الى دعم هذه الدول والصديقه بالذات والتي نشعر دائما ان هي حريصه وقلبها على مملكه البحرين، وتتمنى ان ترى مملكه البحرين مزدهره طبعا بشعبها وتحقيق الامن والسلام فيها. نعم. النائب عباس الماضي رئيس لجنه الصداقه البرلمانيه البحرينيه التايلنديه، شكرا جزيلا لك.